هلو دير فريندز، ويلكم تو ا نيو ايبسود اوف بروجرام مدرسه على الهواء. طلاب وطالبات الصف الثاني اعدادي، بنحييكم ونرحب بيكم في حلقه برنامجكم سكولونير، مدرسه على الهواء للصف الثاني اعدادي، ماده اللغه الانجليزيه. النهارده ميعادنا مع اخر فصل في الاستوري الجميله بتاعتنا، روبنسون كروزو. ده اخر فصل، شابتر 4، هنتعرف فيه وات هابند، ايه اللي حصل نيكست افتر هي هاد سيفد فرايداي، افتر هي هاد ريسكيود فرايداي، بعد ما انقذ فرايداي. And the main or the last incident in the story. يعني نبدأ مع بعض الستوري بتاعتنا ونتعرف مع بعض، بس أنا عايز أفكركم الأول بذا أوثر، المؤلف بتاع القصة دانيال ديفو. الكاتب القصة بتاعتنا اسمه دانيال ديفو. هنشوف مع بعض المين بوينتس. The four men became good friends. بيقول لي إن الأصدقاء الأربعة became good friends. And they lived happily on the island. عاشوا في سعادة على الجزيرة. One day Crozo was surprised. Crozo اندهش to see an English ship. A small boat sailed to the island. مركب صغير أبحر إلى الجزيرة. And some sailors brought three prisoners. جابوا ثلاث مساجين from the ship. طيب الأول كده في الجزئية دي عايزين نفهم مع بعض إيه اللي حصل هنا. Crozo found an English ship، سفينة إنجليزية. The English ship، السفينة الإنجليزية دي، brought three prisoners، كان نازل منها ثلاث مساجين. المساجين دي دول كانوا إيه بالظبط؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. طب الأول قبل ما نتعرف على المساجين اللي هم نازلين على الجزيرة، عايزين نعرف نسأل سؤال كده critical thinking، لأن عارفين طبعا أسئلة التفكير الناقد مهمة جدا. لو سألتك مثلا عن رأيك، what do you think about Crozo's feeling، شعور كروزو ايه when he saw an English ship، لما شاف سفينة انجليزية، يعني دي سفينة من بلده، هو رجل اساسا English man، رجل انجليزي، والمفروض ان هو he was lost او his ship sank، سفينة بتاعته غرقت، and he was lost on an island، عاش على جزيرة فترة طويلة. after this long period، بعد الفترة دي كلها، he saw an English ship، شاف سفينة من بلده، يا ترى شعوره هيكون ايه؟ ممكن يسألني سؤال زي ده، فأكيد طبعا هقول أجاوب سؤال زي ده، أروح قايل he would be أو he must be، هنكتبها لكم برضه نبقى واخدين بالنا كلنا. he must be happy، أكيد هيكون سعيد. سعيد بس؟ لا، وممكن نقول كمان also he must be surprised، أكيد هيكون مندهش بعد المدة الطويلة دي كلها على الجزيرة إن يلاقي سفينة من بلده موجودة، فالسفينة دي هي اللي هتساعده إن هو يرجع تاني to his country home، لبلده أو لموطنه. تمام؟ يلا نكمل مع بعض المين بوينتس. كروزو learned that، كروزو عرف that the three prisoners were also sailors from the ship. نبص مع بعض على الشاشة، عرف إن البحارة دول، إن المساجين دول من الجزيرة، من السفينة. One of them، واحد منهم، was the ship's captain، كان قائد السفينة، who was with his two friends، كان معاه اتنين من أصدقائه. The people who took them to the island were mutineers، كلمة mutineers بناخد بالنا اللي هي متمردين، الناس اللي أثروهم أو قبضوا عليهم ونزلوهم على الجزيرة، دول متمردين. Crozo and Friday were brave and they rescued the English captain، أنقذوا القائد الإنجليزي and his friends. Then they captured، كلمة capture برضو معناها يأسر أو قبضوا على the mutineers، المتمردين، and they took back the English ship، واستعادوا السفينة الإنجليزية. The English captain wanted to thank Crozo، أكيد طبعا كروزو بعد ما أنقذه هو عايز يشكر كروزو for his help. He made a special meal، عمل له وجبة خاصة، and then he gave Crozo his ship، بعد كده اداله السفينة بتاعته. Crozo didn't want to hurt the mutineers، ما كانش عايز يأذي المتمردين، so he let them stay on the island، سابهم يعيشوا على الجزيرة. On 19 December 1686، في 19 ديسمبر، Crozo left the island، ترك الجزيرة، and sailed back to England، رجع انجلترا، with Friday and the ship's captain، مع Friday and the ship's captain، وقائد السفينة. برضو عاوز اقف معاكم عند اسئله الكريتيكال ثينكينج، يعني اصل الاسئله العاديه سهل جدا ان انا احفظها، لكن المهم الاسئله الابداعيه او يجيب لي كلمه حتى في السؤال انا مش عارفها. زي ايه؟ لو قال لي مثلا show that Crozo
was grateful. كلمة grateful أي دي الكلمة اللي ممكن تكون أنت مش عارفها. grateful معناها ممنون أو شاكر أو بيحمل الجميل يعني. to sorry the captain. show that the captain اشرح ازاي الكابتن مش كروزو. the captain was grateful to كروزو كان شاكر أو حامل الجميل لكروزو. عمل إيه؟ إيه اللي بين لنا إن هو كان شايل الجميل بتاع كروزو ده؟ هنقول he made a special meal عمل له وجبة خاصة and gave him his ship واداله السفينة بتاعته. اوكي يبقى he made him a special meal عمل له وجبة and gave him his ship. This is how he showed his that he was grateful. ازاي وضح ان هو كان انسان ممنون او شاكر للجميل. نكمل نبص مع بعض على الشاشة. when Crusoe returned to England عايزين نعرف ايه اللي حصل لكروسو بقى لما رجع انجلترا. when he returned to England he married اتجوز and had three children وكان انجب ثلاث اطفال. sadly لسوء الحظ او الشيء المحزن بقى 8 years later بعدها بثمان سنين his wife died زوجته توفت and he decided to visit his island again قرر يزور الجزيرة تاني. he stayed there for 3 weeks قعد 3 اسابيع and he helped the people who were living there وساعد الناس اللي كانت عايشة هناك. كروسو felt sad شعر بالحزن when he left the island لما ترك الجزيرة طبعا الكلام ده في اخر مرة. when he returned to England he found it difficult to be happy لما رجع انجلترا لقى ان صعب ان يعيش حياة سعيدة تاني and after a few years he decided to go to sea again قرر يرجع البحر مرة تانية and worked as a trader واشتغل تاجر. على فكرة طول الوقت كان كروزو بيقول لنا او في معظم احداث القصة بيعرفنا that trading is an exciting life ان التجارة دي حياتها حياة مثيرة. I think we have a caller online. Hello? Hello. Hello? أيوة. Hello. أنا مين؟ أنا زينب من الفيسبوك. زينب ازيك يا زينب؟ How are you? I'm fine, thank you. Do you have a question؟ عندك سؤال يا زينب؟ Yes. Go ahead, تفضلي. People, yeah. Couldn't? Shouldn't, No, couldn't. Couldn't? Yes. People couldn't. That's drive. Right. People couldn't drive. Yes. Hmm. More. More. Easily. Easily, في نوع ضرب بعد الساعة. Hmm. The desert. The desert. Yeah. الاختيارات. تمام الاختيارات. ايه؟ N. N. Through. Through. T H R O U G H. أيوة. تمام. Off. Through. Off. Yes. Mm. On. آخر حاجة بقى. On. On. People shouldn't drive more easily not the desert. In. Through. Of. On. صح كده؟ ايوه بس هي couldn't مش shouldn't couldn't اللي هي couldn't مفيش مشكلة ماشي couldn't drive more easily not in و throw و off و on تمام؟ yes المفروض throw throw او across انا ممكن اقولها كمان يعني انا كنت متوقع ان انت حتى هتقولي لي في الاختيارات كلمة across اقولها throw the desert او across the desert يعني across دي دايما بتدي معنى from one side to the other من جانب لاخر و throw برضه بمعنى من خلال يسوقوا في خلال الصحراء او في الصحراء يعني عموما ماشي وعندي سؤال تاني معلش اتفضلي يا زينب تحت امرك The police The police yeah ايوه Don't معلش The police ايه The police don't yeah No Space بعد كده تمام space yeah. Bag Is your الاختيارات عندك فيها كلمة which ايوه هي ويتش من قبل ما تكملي بقى هي اكيد الاختيارات عندك هو ويتش وكده صح؟
ايوه هو ويتش وذات هو ويتش. لا من غير ما تكملي بقى، هي الاختيار ويتش. The police don't know which bag's yours، يعني البوليس ما يعرفش انهي شنطة من دول بتاعتك. كلمة أي لغير العاقل اللي هي which، يبقى الإجابة بتاعتنا which. The police don't know which bag's yours، البوليس ما يعرفش أنهي شنطة من دول بتاعتك. تمام يا ماشي زينب؟ Do you have any ماشي other question؟ يا مستر. هي ال يعني how tall، ماشي How إيه؟ how tall are you، How tall إيه؟ are you هتساوي what part are you. What height؟ تساوي what height are you؟ كلمة هاو، طب بصي معايا يا زينب انا هوضحها لك، هي جايز تبقى صعبة شوية الحتة دي. هاو بلس ادجكتيف، هاو زائد صفة دي تمام بتساوي وات بلس ناون، وات زائد اسم تمام. ماشي فانا انت عندك الصفة في كلمة هاو تول، انت بتقولي لي هاو تول، الصفة هنا تول تمام، الناون الاسم بتاعها هايت، يبقى وات هايت ار يو او هاو تول ار يو، زي هاو اولد ار يو بتساوي برضو وات ايج ار يو. تمام يا زينب؟ تمام. نشكرك جدا يا زينب على اتصالك and keep watching our program. نرجع نكمل المين انسنس، الاحداث الرئيسيه لشابتر 4. قلنا كروزو، نبص مع بعض على الشاشه، فيلت ساد وين هي ليفت ذا ايلاند، شعر بالحزن لما ترك الجزيره. When he returned to England he found it difficult to be happy and after a few years he decided to go to sea again. قرر يرجع البحر تاني and worked as a trader. He wanted to use his experience، كان عايز يستخدم خبرته to help other sailors، لمساعدة البحارة التانيين. When they traveled through dangerous seas، كلمة throw اللي كانت زينب بتقولها لنا من شوية، throw يعني هنا معناها يساعد الناس اللي بيسافروا من خلال أو في البحار العالية أو البحار الخطيرة. ده كده آخر الأحداث بتاعتنا في شابتر 4 وآخر أحداث القصة. كده احنا خلصنا القصة بتاعتنا روبنسون كروزو. طيب هنشوف مع بعض دلوقتي مجموعة من الأسئلة، بس قبل ما نشوف الأسئلة أنا عايزكم تركزوا أكتر، ودايما أنا بحب أنبه على الموضوع ده، إن نحاول نفكر بطريقة مش تقليدية، to think outside the box، إن إحنا نفكر زي ما بيقولوا خارج الصندوق. بمعنى إيه يا مستر؟ يعني مش شرط إن أنا أحفظ الأسئلة التقليدية، لا، try to give your own opinion، حاول دايما تقول رأيك، try to guess the meaning of difficult words، لو قابلتك كلمات صعبة حاول تخمن معناها وتعرف السؤال عايز منك إيه بالظبط. نشوف مع بعض كده اول سؤال بيقول ايه. What did the sailors bring to the sailors bring to the island sorry، البحارة جابوا ايه للجزيرة او نزلوا بايه على الجزيرة؟ نشوف مع بعض الإجابة. They brought three prisoners، كلمة three prisoners يعني ثلاث مساجين from the ship، نزلوا ثلاث مساجين من السفينة. اوكي معايا؟ Who were the three prisoners؟ مين هما التلات مساجين؟ They were sailors from the ship، كانوا بحارة من السفينة. One of them was the captain أو the ship's captain، واحد فيهم هو قائد السفينة. With two friends، مع اتنين من أصدقاء. Who took the prisoners to the island؟ مين خد المساجين دول نزلهم على الجزيرة؟ The mutineers، كلمة mutineers المتمردين. And we have أحمد from Giza. Hello أحمد، how are you؟ I am fine. أحمد أنت متابع معانا الحلقة بتاعتنا النهاردة؟ أيوه. طيب عندك أي سؤال؟ عندك سؤال؟ أيوه. اتفضل go ahead. قول لي read and correct the underlying words. تمام read and correct تمام. The most popular resort to go online طب ثواني 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 يا أحمد بس القلم قول تاني معلش. The most popular resource. The most popular resource. To go resource. إيه؟ Resource. R-E-S-U-L-T. Result. The most popular R-E-S-U-L-T. صح كده؟ S-U-L-T. Result. The most popular result. إيه بقى؟ To go. To إيه؟ To go online. To go online. Is to watch films and the video.
فيديوز فيديو فيديوز الاندرلاين تحت ريزولت مش هي بقى ريزولت ريزلت الخط تحت ريزلت المفروض تبقى ريزن the most popular reason يعني اكتر سبب لان الناس بتخش على الانترنت ان هي تو واتش فيلمز عشان يتفرجوا على الافلام اند فيديوز والفيديوهات كلمه ريزلت معناها نتيجه لكن الاجابه الصح ريزن the most اتفضل الانترنت بيجي معاه اون اون طب عايز اسال سؤال عايز تسال سؤال تمام جميل طيب بص هقول لك سؤال خلي انت معانا متابعنا كده كويس أيوه. طيب بص انا هقول لك برضو سؤال ريد اند كوريكت تمام ماشي حاجه خاصه برضو بالانترنت لو قلت ذا انترنت هاز بيكم انت لو جاوبت السؤال ده هيك انا تحيه خاصه كده علشان خاطر ما هوش سهل او مش عارف بقى هتعرفها ولا ايه هاز بيكم بارت اوف everyday life كلمة الاندرلايند هنا الكلمة الاندرلايند عندنا كلمة everyday the internet has become part of everyday life عايز اقول الانترنت اصبح جزء من حياتنا اليومية تمام؟ ايه؟ عايزين نقول ايه؟ الخطأ في كلمة everyday اصلحها اور لايف يبقى اور لايف اونلاين انت بتقول الخط بقى تحت افري داي انت شايف الجمله الاول ماشي اشوفها طب يلا بس سريعا كده عشان وقت الحلقه the internet has become part of everyday life ده. انا واخد خط تحت كلمه افري داي ده اور لايف ما لهاش دعوه بلا مش اور لايف هاز بيكام بارت اوف اور لايف هي اور لايف دي انت حل فكرت فيه يعني هي تمشي بس انا ما اقصدهاش تمام تمام طب اصبر حاضر حاضر نو ناو دايز لايف تمام تنفع بس في حاجه غير كده بقى انا ممكن اقول لك عليها انت ما خدتش بالك ان دي افري داي افري داي اللي مكتوبه قدامك هنا اللي تحتها خط منفصله افري لوحدها ودي لوحدها يبقى افري دي متصله بقى تمام برافو عليك كده افري دي المتصله هي دي الصفه مش افري لوحدها ودي لوحدها لا هي افري دي المتصله اللي على بعضها انا شايفها يعني مش منفصله ايه؟ ماشي ماشي فهمتها طيب؟ بنشكرك جدا على اتصالك اند كيب واتشنج اور بروجرام نرجع تاني نكمل مع بعض الاسئله بتاعتنا عندنا سؤال بيقول هاو وير كروسو اند فرايداي بريف بيسالني على شجاعه كروسو اند فرايداي How were they brave? ازاي كانوا شجعان؟ عملوا ايه اللي يثبت that they were brave? They rescued the English captain. انقذوا القائد الانجليزي and his two friends. After that, they captured the mutineers. بعد كده قبضوا على المتمردين. How did the English captain thank Crusoe? ازاي القائد الانجليزي شكر Crusoe? وده انا قلتها لكم في سؤال critical thinking. He made a special meal يعني عمل وجبة خاصة and then he gave Crusoe his ship ادى Crusoe السفينة بتاعته. What did Crusoe do when he returned to England? عمل إيه لما رجع إنجلترا؟ What did Crusoe do when he returned to England? He married, اتجوز and had three children. What did he decide to do in the end? قرر يعمل ايه في النهاية كروزو؟ He decided to work as a trader. قرر يشتغل تاجر. دي أهم أسئلة عندنا في شابتر 4. في سؤال تاني بيقول How would كروزو use his experience? يعني هو كان عايز يستغل خبرته في ايه؟ كان عايز يستغل خبرته من خلال تجربة اللي هو مر بيها انه عاش في على جزيرة فترة كبيرة وسافر كتير في البحار. كان عايز يستغل خبرته. نشوف مع بعض الإجابة. He wanted to use experience to help other sailors عشان يساعد البحارة when they traveled through dangerous seas لما يساعد البحارة اللي بيسافروا في البحار الخطيرة. احنا عارفين طبعا في نوع تاني من الأسئلة بيجي لي في الامتحان سؤال الماتشنج التوصيل في الستوري برضه في القصة نشوف السؤال ده كده مع بعض. بيقول لي the English captain gave القائد الإنجليزي أعطى إيه؟ Crusoe captured Crusoe sailed back to كروزو مارد اتجوز نشوف مع بعض كولومبي and had three children
England with Friday and the English captain, the mutineers, Crusoe his ship by boat. طيب نفكر مع بعض كده. أول واحدة the English captain gave، أعطى، نوصلها بإيه يا ترى؟ نفكر كده، أنا بحاول أديكم فرصة تفكروا تقولوا الإجابة قبل ما نشوفها مع بعض. He gave إيه؟ يس تمام، He gave Crusoe his ship، إدى لكروسو السفينة بتاعته. كروسو captured، أثر أو قبض على مين؟ The mutineers، قبض على المتمردين. كروسو sailed back to England، رجع England إنجلترا with Friday and the English captain، ومعاه القائد الإنجليزي. كروسو married، اتجوز. Yes and had three children، وأنجب ثلاث أطفال. ده النوع الثاني من الأسئلة اللي بيجي لي في الامتحان بالنسبة للقصة، اللي هو سؤال الماتشنج. يلا نشوف مع بعض، هناخد بقى أسئلة ريد اند كوريكت، هنحاول نراجع شوية أجزاء من اللي درسناها في المنهج قبل الامتحانات طبعا. ريد اند كوريكت ذا اندرلايند ووردز. نشوف أول سؤال بيقول إيه. I'm not very hungry، بيقول أنا مش جعان. I think، أعتقد. I'm going to have a salad، أنا هاكل سلطة. طبعا I'm going to خطأ، المفروض تكون إيه يا ترى؟ Yes I will، I think I will have a salad. طبعا احنا خدنا الجزئية دي في موضوع الفيوتشر، المستقبل، الفرق بين will و going to، ودايما كنا بنقول ما نحاولش نربط كلمة think will، لا مش شرط ان انا اجيب معاها will. If I have an evidence، لو عندي دليل ممكن برضو استخدم going to، زي ما الجملة المشهورة في الموضوع ده لما اقول it's cloudy او the sky is full of clouds، السماء مليانة بالسحب، اقول I think، اعتقد it's going to rain، انها هتمطر. يبقى مع think ممكن اجيب will، ممكن كمان اجيب going to على حسب الجملة. Can I leave a message for John please؟ هي مكتوبة message، انا عايز اقول ممكن اسيب له رسالة، كلمة رسالة. Yes message، can I leave a message for John please؟ هي الفرق في الاي، ام اي اس اس. ابو سمبل is an important مودرن سايت، ابو سمبل ده موقع اثري حديث. هو ابو سمبل ده موقع حديث؟ لا طبعا. طب كلمه قديم، قديم جدا، اسمها ايه بقى؟ اقولها old ولا ancient؟ is an important ancient site، ancient، ابو سمبل is an important ancient site. The pyramids are history buildings، عايز اقول ان الاهرامات مبنى تاريخي او مباني تاريخيه، المفروض تكون historic، historic buildings، مباني تاريخيه. They visited fishing by the bank of the river last week، they visited fishing، ما ينفعش اقول ما فيش حاجه اسمها visited fishing، يعني دول ذهبوا للصيد، فهقول they went fishing by the bank، معناها بجوار ضفة النهر، by the bank of the river last week. I advise you to eat healthy food، بيقول لي أنا بنصحك تأكل طعام صحي. كلمة ينصح advise كده صح؟ لا طبعا أكيد، المفروض advise A D V I S E مش C، advise بالC دي النصيحة. هنشوف مع بعض سؤال dialogue، supply the missing parts in the following dialogue. تمام؟ سهى بتكلم بتقول نقط is the person you admire، قال هنقول who is the person you admire، مين الشخص اللي انت معجبة بيه؟ احمد قال I admire my father، هيسأل طبعا عن السبب why، نقول I admire him because he works hard to bring us up well. Dear friends today، النهارده ناقشنا معاكم شابتر 4، وده كان الفصل الاخير من القصه بتاعتنا روبنسون كروزو. كده احنا خلصنا المنهج معانا معاكم، ان شاء الله في الحلقه الجايه مستر محمد هيكون معانا، هنبدا اولى حلقات المراجعه. Dear friends thank you for watching and see you next time.